كانت محمد في كويسة. في سؤال لك وحندخل فيه من خلال السؤال خلال تويتر خلال هاشتاج تويتر. بنوران وش توقعك لديربي جدة؟ هذا والله اسمه بالانجليزي. وش توقعك لديربي جدة؟ والله اكيد هذه المباراة غير يعني خاصة انه سمعت يقولوا بس ما عبدالله الفيصل مو اكيد خلاص اكيد عبدالله الفيصل اعلنت قبل 4 ايام هنا او 5 ايام من المباراة في عبدالله بس الفيصل. امس قالوا على بس ننتظر المعلومة اللي وصلت. شوف هي دحين شوف الاهلي كيف مستواه وشوف الاتحاد مستوى عالي. ما في مقاييس؟ هذه المباراة ما فيها مقاييس يا كابتن، وبالعكس يعني انا احذر الاتحادية انه لازم يكونوا حريصين على المباراة هذه كثير، يعني ما ينخدعوا في مستوى الاهلي، وخاصة انه المباراة حتتلعب في ملعب الذكريات اللي بالنسبة للاتحاديين. يعني هذا الملعب بالنسبة لنا نحن غير. الاتحاد؟ ايوه اكيد. تعلمني انا؟ فلما انك انت تلعب دحين ترجع لنفس الملعب اللي انت متعود انك بتكون انت البطل في هذا الملعب وانت اللي كلمتك العليا في هذا الملعب، فلازم الاتحاد يكون حريص اول مباراه انه يكسبها، يعني خاصه الناس عشان صارت تؤمن دحين بالحظ، يقول لك اذا فزت اول مباراه هنا خلاص ما حد يقدر يغلبني. محمد وش المباراه اللي ما تنساها في الملعب ذاك؟ والله يا كابتن مباريات كثير والله مباريات. كم بطوله اخذ الاتحاد في الملعب؟ اخذنا بطولات كثيره، اخذنا بطولات، بس انا بالنسبه لي في استاذ الملك عبد الله، قصدي استاذ الملك فهد الله يرحمه، الله يرحمه، هناك بطولات. لا بس الملعب هذا نحن كان من الصعب انه يخسر الاتحاد، يعني معروف في اللي يجي هنا اذا خرج متعادل ولا خرج خسران 2-3 يقول لك الحمد لله انه خرجنا بنتيجه كويسه. والله العظيم يا كابتن مو انه مدح ولا شيء، لا هذه حقيقه، كان اللي يجي الملعب هذا يكون متخوف. حتى انتوا يا كابتن لما كنت في الاهلي تلعبوا ضدنا والله كنا نجلدكم صح والله العظيم.